السابعة صباحا بتوقيت القاهرة، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من القاهرة عاصمة الخبر، والبداية بأبرز العناوين. البيت الأبيض ينفي علم بايدن بمحتوى الوثائق السرية ويؤكد تعاونه مع سلطات التحقيق. إدارة الطيران الأمريكية ترجع تعطل الحركة الجوية الأربعاء إلى تلف في ملف البيانات. زيلينسكي يؤكد احتفاظ قوات بلاده بمواقعها بسوليدار وسط خسائر في صفوف القوات الروسية. بداية النشرة من ملف الوثائق السرية للرئيس الأمريكي جو بايدن. نفى البيت الأبيض علم الرئيس جو بايدن بمحتوى الوثائق السرية، وأشار البيت الأبيض إلى أن فريق المحامين الخاص بالرئيس يتعاون مع سلطات التحقيق في هذه المسألة. وكان البيت الأبيض أعلن عن اكتشاف عدد من الوثائق التي تحمل الصفة السرية في مرآب منزل الرئيس في ويلينغتون في ديولاور. وكان بايدن ذكر أنه يتعامل مع الوثائق السرية التي تم العثور عليها في منزله بجدية، وأشار إلى أن فريقه القانوني يرتب أو يتواصل مع هذه الوثائق ويتعاون بشكل كامل مع وزارة العدل. ولكن كما قلت في بداية هذا الأسبوع، الناس يعرفون أنني أخذ أو أنظر إلى الوثائق السرية بجدية. سنتعاون كلية مع وزارة العدل، وكجزء من هذه العملية المحامين سينظرون على أو نظروا وعملوا عملية مراجعة واكتشفوا أن هناك عدد صغير من الوثائق السرية في مكتبتي الشخصية، وهذا حدث في حالة بايدن بين سنتر. ووزارة العدل وفورا تم إشعارها، والمحامون رتبوا لوزارة العدل كي تضع يدها على هذه الوثائق. من جانبه أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند بدء التحقيق في ملف الوثائق السرية للرئيس الأمريكي جو بايدن. وكشف جارلاند في مؤتمر صحفي عن اختيار روبرت هور في منصب المستشار الخاص بالتحقيق في قضية الوثائق السرية التي عثر عليها في مقرات بايدن. اليوم صباحا وقعت أمرا لتسمية روبرت هور كمستشار خاص لهذه المسألة، ويمكنه أن يحقق إن كان هناك انتهاكا للقوانين، وستكون هناك أيضا عملية احترام للسياسات والقواعد والتوجيهات المعتمدة في الوزارة. ولديه باع طويل كمدعي عام. في العام 2003 انضم إلى الوزارة وعمل في مجال التزوير ومواجهة الإرهاب، ثم قبل العام 2014 كان مساعد وزير العدل لولاية ماريلاند وركز على الجرائم المتعلقة بالتزوير والأموال. بعد ذلك أصبح مساعدا أساسيا للوزير، ثم في العام 2019 أصبح وزير عدل لمقاطعة ماريلاند، وهو مسؤول عن بعض الشؤون المتعلقة بالفساد العام والأمن القومي وأمور أخرى أساسية. أنا سأتأكد أن السيد هير سيحصل على كل الموارد التي يحتاجها للقيام بعمله.
وأكد غارلاند التزام وزارته بالحياد والشفافية في التحقيقات، وأعرب عن ثقته بإجراء روبرت هور تحقيقا محايدا وفقا للقانون الأمريكي. مع الظروف الاستثنائية كان لابد من تعيين مستشار خاص لهذه المسألة، وهذا التعيين يظهر للرأي العام أن الوزارة ملتزمة بالاستقلالية والمحاسبة فيما يتعلق بشؤون دقيقة، وأن الوزارة تتخذ قراراتها فقط عبر الارتكاز على الوقائع والقانون. وأثق أن السيد هير سيقوم بواجباته ومسؤولياته بطريقة الملائمة والسرعة الملائمة. أثار العثور على وثائق سرية في منزل الرئيس الأمريكي جدلا كبيرا، خاصة وأن الموقف ذاته تكرر قبل 5 أشهر مع سلفه دونالد ترامب، وتحولت هذه القضية إلى ورقة ضغط متبادلة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري قد تلقي بظلالها على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهذا ما ستستعرضه لنا الزميلة نهى درويش. أهلا بكم. الوثائق المسربة التي عثر عليها في مكتب ومنزل الرئيس الأمريكي جو بايدن أثارت جدلاً جديداً في الولايات المتحدة على غرار الوثائق التي عثر عليها لدى سلفه دونالد ترامب. الجهة الأبرز التي تحدثت عن الوثائق كانت البيت الأبيض بإعلانه العثور على أكثر من 10 وثائق سرية في منزل الرئيس الأمريكي في ديلاور تتعلق بفترة شغله منصب نائب الرئيس الأسبق باراك أوباما. بايدن نفسه قال أمام الصحفيين إنه سيتعامل مع قضية الوثائق بجدية كاملة، مشيرا إلى أن فريقه القانوني سيتعاون مع وزارة العدل إلى أن يتم نقل الوثائق تحت ولايتها. وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند أعلن تعيين روبرت هاور قاضيا خاصا للتحقيق في قضية وثائق بايدن، والجمهوريون لم يفوتوا فرصة الهجوم على بايدن، إذا على الفور خرج رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي مطالبا الكونغرس بالتحقيق مع الرئيس جو بايدن في قضية الوثائق السرية. قضية وثائق بايدن السرية تعيد إلى الأذهان ما حدث قبل 5 أشهر مع الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث داهم مكتب التحقيقات الفيدرالية مقر إقامة ترامب بفلوريدا. وعقب المداهمة والتي جرت في 8 أغسطس 2022 تمت مصادرة صناديق تحتوي على مئات من الوثائق السرية والتي لم يقم ترامب بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض بعد انتهاء ولايته. المحققون قالوا إن بعض الوثائق التي عثر عليها بحوزة ترامب مصنفة تحت بند السرية الدفاعية، متهمين الرئيس السابق بانتهاك قانون التجسس. قضية الوثائق السرية والتي باتت قاسماً مشتركاً بين بايدن الديمقراطي وترامب الجمهوري متوقع أن تكون ورقة ضغط متبادلة بين الحزبين في معترك الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث يسعى بايدن لولاية ثانية فيما يطمح ترامب للعودة مجدداً إلى البيت الأبيض. ذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن التحليل الأولي للعطل الذي لحق بنظام التنبيه من الأخطار سببه تلف في ملف البيانات جراء فشل الموظفين في اتباع الإجراءات الصحيحة، وأشار إلى أن النظام يعمل بشكل طبيعي وأن معدل إلغاء رحلات الطيران أمس الخميس كانت تحت نسبة 1%، وأدى تعطل نظام التنبيه الملاحي الأربعاء الماضي إلى توقف إقلاع الطائرات في الولايات المتحدة لنحو 90 دقيقة، مما تسبب في تأخر وإلغاء نحو 11 ألف رحلة جوية.
أفادت صحيفة التلغراف البريطانية بأن مجموعة روسية وراء اختراق هيئة البريد البريطانية الأربعاء الماضي، وكانت هيئة خدمات البريد الملكي في بريطانيا قد تعرضت لاضطراب شديد في خدمات الإرسال إلى الخارج بسبب حادث سيبراني. الآن إلى تطورات الأوضاع في أوكرانيا. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده تحتفظ بمواقعها بمدينة سوليدار وتكبد القوة الروسية خسائر فادحة، وقال إن الجنود الأوكرانيين يبدون مقاومة شرسة في سوليدار وباخموت ودونيسك. عقدت اجتماعا آخر مع قادة الأركان، وارتباطا بالوضع على جبهة القتال الرئيسية تركز الاجتماع على الوضع في سوليدار وباخموت وفي محيط دونيتسك. قمنا بتحليل القرارات المطلوبة بالتفصيل والتعزيزات اللازمة لذلك والخطوات التي سيتخذها القادة في الأيام المقبلة، كما ناقشنا توريد الأسلحة والذخيرة لقواتنا والتعاون مع شركائنا في هذا الشأن. أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن توسيع نطاق العملية العسكرية في أوكرانيا هو سبب تعيين فاليري جيراسيموف كقائد للعمليات في أوكرانيا، وأوضح بيسكوف أن تحرير سوليدار تطلب القيام بعمل ضخم تضمن الكثير من التضحيات وشجاعة البطولية من جانب الجيش الروسي على حد وصفه. مع اقتراب نهاية الشهر الحادي عشر من عمر العملية العسكرية الروسية، تتصاعد التطورات الميدانية بصورة لافتة وسط محاولة موسكو إحكام سيطرتها على دونباس ومقاومة كييف التي تترقب أسلحة غربية. الأحداث المتصاعدة دفعت روسيا إلى تعيين قائد جديد لقواتها في أوكرانيا، وهو فاليري غراسيموف، بعد أقل من 100 يوم من تعيين سلفه ليكون بذلك ثالث شخصية عسكرية تتولى هذا المنصب الرفيع منذ بدء العملية العسكرية الروسية. الكريملين برر هذا التغيير إلى توسيع نطاق العملية العسكرية بأوكرانيا والتعامل بخطط استراتيجية جديدة في شرق البلاد. في غضون ذلك، قالت الخارجية الروسية إن عدم اعتراف أوكرانيا بالحقائق الجديدة على الأرض يطيل أمد الأزمة، وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إلى أن الدول الغربية تستخدم أوكرانيا كدرع بشرية ولا تريد الهدنة. وفي خضم تطورات عسكرية كبيرة في شرق أوكرانيا بصورة خاصة، قررت روسيا تغيير قياداتها العسكرية على أمل تحقيق انتصارات جديدة بعد السيطرة على سوليدار والتقدم نحو باخموت. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن تغيير روسيا قياداتها العسكرية في أوكرانيا يعكس التحديات النظامية التي تواجهها في عملياتها العسكرية، وقال البنتاغون إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يخص دعم واشنطن العسكري لأوكرانيا، ومضيفا أن واشنطن ستزود كييف بمزيد من منظومات الدفاع الجوي، مشيرة إلى أن تدريب القوات العسكرية على مدرعات برادلي القتالية يحتاج إلى أسابيع. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تولي الجنرال
فاليري غراسيموف رئيس هيئة الأركان القيادة العامة للقوات في أوكرانيا. وفي المقابل قال نائب رئيس وحدات العمليات العسكرية الرئيسية في هيئة الأركان المشتركة الأوكرانية أن تعيين روسيا قائدا جديدا لقواتها في أوكرانيا يظهر أن الحرب لا تسير وفق خطتها. لمزيد من التفاصيل نتابع الفيديو التالي مع زميلتي نهى درويش. أهلا بكم. بعد أقل من 100 يوم على تعيينه قائدا لقوات بلاده في أوكرانيا، أعلنت روسيا تعيين قائد جديد وهو فاليري غراسيموف بدلا من الجنرال سيرجي سورفوكين، ليكون بذلك ثالث شخصية عسكرية تتولى هذا المنصب الرفيع منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل نحو عام. وذكرت وسائل إعلام روسية أن وزير الدفاع سيرجي شويغو أمر بتعيين رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غراسيموف مشرفاً على الحملة العسكرية الروسية بأوكرانيا في أحدث تغيير بالقيادة العسكرية لموسكو. وقال الكريملين إن التغييرات مصممة لزيادة كفاءة إدارة العمليات العسكرية في أوكرانيا وتوسيع نطاق العمليات بعد أكثر من 10 أشهر في الحملة. بينما تقول تقارير غربية أن هذه التغييرات تعكس فيما يبدو حجم الانتكاسات والصعوبات التي يواجهها الجيش الروسي في عملياته العسكرية والتي انطلقت في 24 فبراير الماضي. وذكرت وكالة رويترز أنه على غرار شويغو واجه غراسيموف انتقادات لاذعة من المدونين العسكريين المؤيدين للحرب بسبب عدة انتكاسات روسية في ساحة المعركة والفشل في تأمين النصر في حملة توقع الكريملين أن تستغرق وقتا قصيرا. الجنرال فاليري غراسيموف والذي يلقب ببطل روسيا تخرج عام 1977 في مدرسة القيادة العليا للدبابات، وشغل منصب قائد فرقة بندقية آلية في مجموعة القوات الشمالية الغربية، ثم تدرج في المناصب العسكرية حتى تولى منصب رئيس أركان الجيش الروسي والنائب الأول لوزير الدفاع الروسي، والذي اختاره لقيادة المجموعة المشتركة للقوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. غراسيموف أكد في آخر تصريح له عن الوضع في أوكرانيا أن الأمور مستقرة على خط المواجهة، بينما تتركز الجهود الرئيسية حاليا على استكمال تحرير أراضي جمهورية دونيسك الشعبية بحسب تعبيره. إذن تغيرات في القيادة العسكرية الروسية وسط تساؤلات عن ما إذا كان ذلك بسبب تغيير الخطط الاستراتيجية الروسية في أوكرانيا أو لتلافي الخسائر الميدانية بحسب التقارير. تنفذ القوات الأوكرانية مجموعة تدريبات عسكرية على الحدود المشتركة مع بيلاروسيا، وتركز هذه التدريبات على العمليات التكتيكية القتالية باستخدام الذخيرة الحية. مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية واشتعال القتال على عدة جبهات، يخوض جنود أوكرانيون تدريبات عسكرية جديدة في منطقة فولين شمال غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بيلاروسيا. التدريبات الجديدة اعتمدت على تكتيكات قتالية متعددة وإطلاق الذخيرة والتقدم الميداني في ظل التعرض لقصف مدفعي. ومن أجل شد عدد الجنود جرت التدريبات باستخدام ذخيرة ومتفجرات حقيقية. لم تكن هذه محاكاة لانفجارات بل انفجارات حقيقية. نفعل ذلك حتى يشعر الأفراد بالانفجارات ويكونوا مستعدين نفسيا لمواصلة إطلاق النار وعدم فقدان ثقتهم بأنفسهم. أوكرانيا تسعى من خلال هذه التدريبات إلى رفع الروح المعنوية لجنودها وبث الثقة في نفوسهم في ظل مساعدات عسكرية ولوجستية مستمرة من دول الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة من جانب، ومع طول أمد القتال من جانب آخر، حيث توشك الحرب على إتمام شهرها 11. ليس هذا هو الشهر الأول الذي نكون فيه في هذا الموقف. الجنود متحمسون ومستعدون. إذا تجرأ العدو على المجيء إلى هنا فسنواجهه بشكل صحيح ولن يخرجوا من هنا. حشد مستمر وتدريبات على أشدها تتواصل، لا سيما على الحدود مع بيلاروسيا
بعد أيام من تحذيرات الرئيس الأوكراني من أن روسيا تحشد قواتها لتصعيد آخر، وسط مخاوف أوكرانية وغربية من أن أحد الاتجاهات المحتملة لهجوم روسي جديد قد يكون من بيلاروسيا. العلاقات الروسية البيلاروسية التي بدت قوية ومتماسكة في أكثر من مناسبة باتت تثير قلق أوكرانيا وحلفائها من تحول حليف موسكو لجبهة جديدة ترهق كاهل كييف. حرب بلا هوادة تتصاعد من جبهة إلى أخرى في أوكرانيا، وتغييرات وتكتيكات مفاجئة من الجانب الروسي تجبر الجيش الأوكراني على البقاء في حالة استنفار ويقظة دائمين، ويصعب معها تحديد اتجاهات الصراع في الأيام المقبلة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل: إعصار وعواصف رعدية تودي بحياة 6 أشخاص في الولايات المتحدة. أهلا بكم من جديد. استشهد 3 فلسطينيين برصاص جنود إسرائيليين إثر مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال جنوب جنين، ويأتي هذا فيما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة 8 فلسطينيين آخرين في تلك المواجهات. من جانبه ذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته أصابت بالرصاص شخصاً واحداً خلال تنفيذها عملية عسكرية في مخيم قلندية الذي يقع بين رام الله والقدس. أصدرت مصر والسعودية بياناً مشتركاً عقب ختام فعاليات اجتماع لجنة التشاور والمتابعة السياسي بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية، وأكدت القاهرة والرياض توافق وجهات النظر إزاء العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، كما شدد على أن الأمن العربي كل لا يتجزأ. وأكدت الرياض دعمها الكامل للأمن المائي المصري وتضامنها التام مع كل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها القومي، داعية إثيوبيا لعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والتحلي بالمسؤولية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد.
التقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع نظيرته الإسكتلندية نيكولا ستورغون، وذلك في إطار الجهود لإعادة العلاقات بين البلدين. ومن المقرر أن يناقش الطرفان عدداً من الموضوعات على رأسها ملف الصحة الوطنية والاقتصاد، في وقت يعاني فيه البلدان من اضطرابات جماعية وتضخم مرتفع وأزمة تكاليف المعيشة. وأوضح مكتب سوناك أن اللقاء الثنائي سينتج عنه تمويل بريطاني لاسكتلندا لخلق جملة من الوظائف التي تتطلب مهارات عالية. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتيريش إن على كوريا الشمالية تحمل مسؤوليتها للعودة إلى محادثات نزع الأسلحة النووية. ودعا غوتيريش إلى ضرورة استجابة الولايات المتحدة لدعوة الصين المتمثلة بإظهار بعض المرونة لبيونغ يانغ حتى تنضم لأي محادثات في المستقبل. التقى أو أعلن الرئيس الجيش الروسي أعلن الجيش الكوري الجنوبي عن سعيه لتأجير أقمار صناعية مصغرة للاستطلاع في زمن الحرب بهدف تعزيز قدرات المراقبة على كوريا الشمالية. وقال مسؤول بالجيش في سول أن بلاده ترغب في تأجير الأقمار من وكالة فضاء مدنية أوروبية، وأشار إلى أن تشغيل هذه الأقمار ستمكن الجيش الكوري الجنوبي من رصد حركة قاذفات الصواريخ المتنقلة في كوريا الشمالية، إلى جانب رصد حركة الأفراد حول المنشآت النووية. ويعتمد الجيش الكوري الجنوبي بشكل كبير على الأقمار الصناعية التي تديرها الولايات المتحدة، وذلك لعدم امتلاكه قمرا صناعيا خاصا به. في محاولة للتعامل مع ما وصفها بالتهديدات النووية لكوريا الشمالية، لوح رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بإمكانية امتلاك بلاده أسلحة نووية خاصة أو نشر أسلحة نووية تكتيكية قادرة على الردع. أسلحة أكد رئيس كوريا الجنوبية أن بلاده ستتمكن من الحصول عليها بفضل العلوم التقنية الحديثة المتوفرة لدى سول، بجانب تبادل المعلومات مع واشنطن حول التخطيط والتنفيذ المشترك لذلك الأمر. محاور عدة تحاول من خلالها كوريا الجنوبية بحسب مسؤوليها مواجهة الاستفزازات المتكررة لجارتها الشمالية، فبجانب نشر الأسلحة التكتيكية تسعى سول لتقوية أنظمة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وكذلك تحسين القدرات الدفاعية ضد الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تعزيز التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة. وتصاعدت التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد خلال العام المنصرم، والذي شهد إطلاق بيونغ يانغ عددا قياسيا من الصواريخ، من ضمنها صاروخ باليستي عابر للقارات، الأمر الذي دفع كوريا الجنوبية لإجراء مناوراتها العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة التي كانت قد تراجعت وتيرتها خلال أزمة كورونا، أو توقفت على خلفية محادثات دبلوماسية مع الشمال لم تفض إلى نتيجة ملموسة. تلويح سول بنشر أسلحة نووية ومناوراتها العسكرية مع واشنطن، وغير بعيد من ذلك زيادة اليابان لميزانيتها الدفاعية وإدراكها مفهوم الضربات المضادة، هل ستشكل تلك الأمور رادعاً حقيقياً لبيونغ يانغ بما يؤسس لسلام حقيقي في شبه الجزيرة الكورية، أم أنها ستكون بمثابة صب الزيت على النار وستؤدي لزيادة الأزمة؟ بحث رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مع نظيره الكندي جاستن ترودو ملفات الطاقة والغذاء والأمن في منطقة المحيطين الهادي والهندي. وقال كيشيدا أثناء زيارته للعاصمة الكندية أوتاوا إن الاستراتيجية التي أطلقتها كندا في نوفمبر الماضي بشأن منطقة المحيطين تعد خطوة مهمة لجميع دول المنطقتين، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون لضمان تأسيس منطقة حرة ومفتوحة. وتأتي زيارة رئيس الوزراء الياباني لكندا في إطار جولة لدول مجموعة السبع قبل قمة المجموعة المقررة في مدينة هيروشيما في مايو المقبل. قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إن بلاده ستتحرك نحو وضع سياسة جديدة للضرائب. وأضاف دا سيلفا أنه يتعين على الأثرياء دفع مزيد من الضرائب لدعم الاقتصاد البرازيلي، مشيرا إلى أهمية اتخاذ إجراءات قاسية ولكن بحذر. وتعهد الرئيس البرازيلي بتطبيق سياسات من شأنها جعل بلاده تعود لمسارها الطبيعي مجددا خلال 100 يوم.
وحول أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البرازيل، شدد دا سيلفا على ضرورة معرفة ممولي مثل هذه الممارسات التي تقوض الديمقراطية على حد تعبيره. أيد البرلمان البلغاري قراراً يهدف إلى تجنب الإلغاء التدريجي المبكر لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وجاء قرار البرلمان تحت ضغط من عمال المناجم الذين تظاهروا لأيام أمام البرلمان للمطالبة بحماية المناجم والتدرج في الاستغناء عن محطات الطاقة المستخدمة للفحم وتنتج 45% من الكهرباء في البلاد. القرار كذلك أيدته جميع الأطراف والأطياف السياسية في البرلمان، وبمقتضاه تبدأ الحكومة محادثات مع المفوضية الأوروبية للتراجع عن التزامها بخفض الانبعاثات الكربونية. نددت السفارة الصينية في المملكة المتحدة بالتقرير الذي أصدرته بريطانيا عن هونغ كونغ، واعتبرته تدخلا في الشؤون الصينية الداخلية، وأعربت السفارة عن استياء بكين الشديد ومعارضتها لما ورد في تقرير بريطانيا، واعتبرته أنه يشوه الحقائق وينتهك بشكل خطير المعايير الحاكمة للعلاقات الدولية. وذكرت السفارة الصينية أنها تقدمت بمذكرة صارمة إلى الجانب البريطاني، ودعت المملكة المتحدة إلى التخلي عما وصفته بالعقلية الاستعمارية واحترام السيادة ووحدة الصين. طالبت الصين منظمة الصحة العالمية التعامل بموضوعية وحياد مع عودة انتشار فيروس كورونا على أراضيها، ونشر ما ترسله بكين من بيانات وبروتوكولات للتشخيص والعلاج. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين أن بكين أجرت 5 تبادلات علمية مع منظمة الصحة العالمية أثناء الشهر الماضي، مشيرا إلى أن بلاده أبلغت المنظمة فور انتشار الفيروس وقامت بنشر التسلسل الجيني لمتحوراته وشاركت بروتوكولات العلاج والتطعيم. وتجيء تصريحات وين ردا على ما وصفه بتشكيك منظمة الصحة العالمية وبعض الدول في البيانات التي ترسلها الصين عن انتشار الفيروس. أعلنت الشرطة الإسبانية اعتقال أحد أكثر المجرمين المطلوبين من قبل وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنقاذ القانون يوروبول منذ عام 2014. وأضافت الشرطة أن الجاني يواجه دعاوى قضائية صادرة عن المحكمة الوطنية الإسبانية بتهم التعذيب والخطف والحيازة غير القانونية للأسلحة النارية والذخيرة وجرائم ضد الصحة العامة. وأفادت الشرطة الإسبانية أن المجرم عضو في واحدة من أكثر المنظمات الإجرامية نشاطا في إسبانيا في العقود الأخيرة. لقي 6 أشخاص على الأقل مصارعهم في اجتياح عاصفة لجنوب الولايات المتحدة الأمريكية، كما أدت العاصفة في ولاية جورجيا وميسيسيبي وألاباما إلى تدمير عدد كبير من المنازل وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من العملاء. وتعاني الولايات المتحدة من موجات الطقس السيء الذي بدأ قبل فترة من عطلة عيد الميلاد، ودخلت أكثر من 10 ولايات في حالة تأهب للفيضانات. إلى أخبار الاقتصاد، حيث شهد سوق الانتربنك في مصر تدفقات دولارية قوية تجاوزت 800 مليون دولار، وارتفعت حجم المعاملات التي تمت عبر سوق الانتربنك الدولاري لتتراوح بين 650 إلى 750 مليون دولار، وذلك بالمقارنة مع نحو 150 مليون دولار كمتوسط في الفترة الماضية. كما شهدت السوق تدفقات بالعملات الأجنبية من مؤسسات دولية كبرى تجاوزت 250 مليون دولار.
أظهرت بيانات من دائرة الإحصاء العامة الأردنية ارتفاع معدل التضخم في ديسمبر الماضي ليصل إلى 4.36% على أساس سنوي، ومقارنة مع شهر نوفمبر تراجع معدل التضخم بنحو 1.1%. وأشار التقرير إلى أن الوقود والكهرباء والنقل والإيجارات من أبرز الأشياء التي ساهمت في الارتفاع. أفاد اتحاد الحبوب الروسي بأن موسكو تستطيع توفير 40% من حاجة الجزائر من القمح خلال الموسم الزراعي الحالي. وذكر الاتحاد أنه يمكن توريد ما يصل إلى 3.5 مليون طن من القمح إلى الجزائر. ارتفع معدل التضخم في الصين بنسبة 2% على أساس سنوي في عام 2022، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية وتقييد النشاط الاقتصادي للسيطرة على تفشي فيروس كورونا. وخلال ديسمبر الماضي ارتفع مؤشر استهلاك أو أسعار المستهلكين بنسبة 1.8% مقارنة من العام السابق، بزيادة عن النسبة المسجلة في نوفمبر عند 1.6%. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. البيت الأبيض ينفي علم بايدن بمحتوى الوثائق السرية ويؤكد تعاونه مع سلطات التحقيق. إدارة الطيران الأمريكية ترجع تعطل الحركة الجوية الأربعاء إلى تلف في ملف البيانات. زيلينسكي يؤكد احتفاظ قوات بلاده بمواقعها بسوليدار وسط خسائر في صفوف القوات الروسية. لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.net، كما يمكنكم متابعتنا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال. كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لطيب المتابعة، من القاهرة عاصمة الخبر.